في بعض الرجال في الأبراج إذا انفصلت صعب أوي إن هي ترجع لك مرة تانية بصراحة، وتختلف الرجال عن بعضها طبقا للترتيب اللي احنا هنقوله في حلقة النهاردة من ال 12 للمركز الأول. هرحب بيكم سريعا وأقول الجديد برضو عرفنا بنفسه عشان نرحب بيه، واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويلا بينا نبتدي. وتوقعوا حد أذكى شوية يقول لنا مين هيكون في المركز الأول في حلقة النهاردة. في المركز ال 12 هو رجل برج الميزان، يعني أكتر رجل ممكن تنفصلي أو ينفصل عنك ويرجع لك. موضحة نفسها، الرجل ده أصلا بطيء في أخذ قرارات مصيرية ومتردد كمان في أخذ قرارات مصيرية، والعاطفة أحيانا بتغلب وبتتحكم فيه بشكل كبير. وصفات تانية ما ينفعش نطول أكتر من كده عشان ما نطولش عليكم في الوقت، هتخليه يجي في المركز ال 12 في حلقة النهاردة، يعني أكتر رجل بعيد عن موضوع حلقتنا بتاعت النهاردة. أعلى منه في المركز ال 11 رجل برج الحوت المائي. هنا عاطفة رجل برج الحوت وإحساسه ومشاعره وطيبة قلبه كمان، كل ده داخل في الموضوع، ممكن يتحكم ان انت تسيبيه تجرحيه او ان ياخد قرار في وقت عصبية ويرجع في كلامه، ولا سيما في القرارات العاطفية. اذا هو بعيد حاله حال اخوه برج الميزان عن موضوع حلقتنا تماما. نخش في الجد اكتر، في المركز العاشر هنلاقي رجل برج الجوزاء. الصبح عايزك وبالليل مش عايزك، هو رجل برج الجوزاء كده. اذا على طول دايركت تستشف ان هو من اكتر الرجال الطبيعي جدا والوارد جدا ان هي تنفصل عنك وترجع لك تاني، وما تاخديش دايما كلامها في موضوع الانفصال على محمل الجد. مش عايز اعرفك خلاص انا ما بحبكيش، ان ده هو اللي هيحصل، لانه وارد جدا وبسرعة كمان انه يرجع في كلامه. رجاء لو شايفين الحلقة دي مفيدة، وانا شايفها مفيدة قوي، تدوسوا لايك عشان توصل لبقية اصدقائنا. وهقول لكم نصيحة مهمة قوي في نهاية الحلقة دي، لو انت مرتبطة برجل من الابراج دي وانفصلت عنه او هتنفصل عنه، تعملي ايه بابراج القمة؟ بقى ابراج القمة مش الابراج دي، تعملي ايه؟ في درس مستفاد قوي هنقوله في نهاية الحلقة، فندعم الحلقة بلايك توصل لأكبر قدر من أصدقائنا، عائلتنا الجميلة دي تبدأ إن هي تتجمع وتتشارك معنا. هنخش في الجد أكتر وأكتر عشان نلتقي برجل برج الدلو في المركز التاسع، أيضا بعيد كل البعد عن موضوع حلقة. ما تقلقيش لو نهيت العلاقة مع رجل برج الدلو، ممكن بكلمتين حنينين ترجعيها تاني معاه، ممكن هو لوحده يرجع حتى يقول لك نرجع حتى في شكل اصدقاء مش شكل ارتباط عاطفي. المهم ان دايما مع الابراج دي في امل في الرجوع، رجال الابراج دي في الجد اكتر واكتر، وهتبداي تخافي من اول رجل برج السرطان اللي بيجي في المركز الثامن. الرجل ده ممكن بعد الانفصال يتربس دماغه وما يرجعش، وممكن يرجع اذا هو في منطقة وسطى، يعني الموضوع موضح نفسه. لا هو من الابراج اللي ممكن تخافي منها وتقول لي مش هيرجع، ولا هو من الابراج الحرفيا ممكن ان هي تسيبك وتاني يوم ترجع زي اخواته اللي سبقوا. اذا هو في منطقه وسطى، الموضوع عنده في اعتدال شويه. اعلى منه اخوه في الطبيعه المائيه، تستغربه في المركز السابع رجل برج العقرب، في منطقه وسطى، يعني كمان مش من هو الابراج اللي ممكن لو قال لك خلاص نسيب بعض او انفصل عنك انك تفقد الامل تماما، مش زي ابراج القمة. للاسف لو ده حصل بنسبة 99 9 من 10 هتفقدي الامل ان هم يفكروا ان هم يرجعوا لك مرة تانية. نعلى اكتر واكتر، نخش في الجد اكتر واكتر، ونلتقي بالنار وما ادراك بالنار او بالنار في حلقة زي حلقة النهاردة مع رجل برج القوس. ان رغم بساطته وسلاسته وان ما بيدققش في حاجات كتير، انما الرجل ده من الرجال اللي لو انفصلت بيبقى صعب وليس مستحيل، خلي بالكم، رجوعه. المستحيل ممكن نقوله مع رباع القمة ابراج القمة، انما هيبقى صعب، لان يعني زي ما احنا بنقول رجل برج القوس من الرجال اللي لما بيتقفل من حاجة خلاص ما بيحبش يعيد التجربة تاني، بيحب يشوف حاجة جديدة. بقى من اكتر الابراج رجل او امرأة كمان المتجددة، رجل برج القوس او امرأة برج القوس. المركز الخامس اصعب واصعب، الزعيم رجل برج الاسد بيتربع على عرش المركز الخامس عشان يجي بين واحد من اكتر الابراج او رجال الابراج صعوبة انه بعد الانفصال يرجع لك مرة تانية. الاسد كده يقول لك كبريائي، يقول لك كرامتي، يقول لك لا هتستهزئ بيا، يقول لك لا ما ينفعش ارجع في كلمتي. كرامته بتنقح عليه شوية في المواضيع اللي زي دي، رغم انه ممكن يكون اتسرع وهو اللي غلطان، بس يكابر ويعاند. رجل الاسد دي طباع. رباع القمة
من اول المركز الرابع للمركز الاول، دي الابراج اللي انا اقول لك يكاد يكون مستحيل للاسف رجوعها بعد الانفصال. واقول لك اديكي بقى نصيحة في النهاية للابراج دي، من اول رجل برج الحمل اللي بيتربع على عرش المركز الرابع، هنا دي الابراج اللي لو انفصلت انت بعدت عنها وهو بعد عنك، اقول لك شيء اقرب للمستحيل رجوع. الحمل عنيف جدا، رجل برج الحمل في المواقف اللي زي دي اعلى منه واشد واقوى من كل الرجال في الموضوع ده، رجل برج الجدي الترابي. ايضا من الابراج اللي بعد الانفصال بيحصل لها حاجة من حالات القفلة او التربسة او عدم الرجوع او مش هرجع بالساهل، يكاد يكون اقرب للاستحالة صراحة. اعلى منه جد الجد اكتر رجل برج العذراء، اخوه في الطبيعة الترابية ويتشابه في كثير من الصفات معاه، ممكن يكون ضرب من الخيال صراحة رجوع رجل برج العذراء، خاصة بقى لو انت اللي كنت سبتيه او جرحتيه. بينما متصدر رجال الابراج في حلقة النهاردة اللي بيجلس على عرش القائمة هو رجل برج الثور الترابي، دماغه صلبة ومقفلة قوي في المواضيع اللي زي دي، بالذات برضو لو انت اللي كنت سبتيه، صعب جدا رجوعه او استمالته. رجل برج الثور هو اصعب الرجال، رجال الابراج اللي ممكن ترجع او حتى تفكر في الرجوع بعد الانفصال، خاصة لو كان انت عملت غلط كبير ادى للانفصال ده، حاله حال ابراج القمة كلها. رجعنا قبل ما نقول النصيحة، بذكر تاني الحلقة دي احنا كده يعتبر خلصناها، لو شايفينها مفيدة يا ريت تدعموها بلايك توصل لبقية اصدقائنا، عشان في كتير بيشتكي من عدم وصول الاشعار. انت النصيحة بقى هنا ليك مرتبطة بحد من ابراج القمة دي، بلاش كلمة هبعد عنك او مش عايزة اعرفك او الخناقات او نبعد عن بعض او تغيب عنه فترات طويلة بسبب ودون سبب تكون كتيرة قوي في فلسفتك في التعامل معاه، لان ممكن ياخد ده على انك بتقوله بشكل غير مباشر ابعد ما انا مش عايزاك، وفي الحالة دي هيبقى صعب الموضوع، بدأ بلعبة وانتهى بكارثة. ان انت بتقولي اتقل عليه او بتقولي ان انا اجربه يعني ان انا هبعد عنه والكلام ده، وتقعدي تتمادي وكمان من غير سبب هيتقفلوا منك، هيبقى صعب عليكي. ما بقولش مستحيل ابدا ان انت ترجعيهم، يعني ممكن يرجعوا بس صعب مقارنة بإخواتهم من رجال الأبراج، الموضوع صعب قوي، هتتعبي قوي وهتبذلي مجهود كبير قوي، وممكن في الآخر تفشلي إن انت ترجعي زي ما احنا بنقول المية المجاريها تاني. اكتبوا لي آرائكم لأن أنا بقرأ كل تعليقاتكم وبتعرف عليكم من خلالها، كل ليلة عندنا لايف على الانستجرام والفيسبوك، اشتركوا في الروابط دي وقنواتنا التانية، قناة الفضفضة أي حد عنده أي استفسار يشاركنا ويشارك أصدقائنا، وقناة تانية للكورة، يا ريت كل الروابط دي في وصف الفيديو أول تعليق. إلى اللقاء ونلتقي بكرة.